ثانية تحية للناس اللي قاعدة تسمع فينا والتحقت بينا في الاستماع. تسويت نمشي والشوفين شوفين شوفين سي هشام المشيشي عليك بنارمين صفر باش تخرجك من الحفر. الناس الأولى قالوا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، واحنا نحكيه على السياسة والكياسة هنا. وبين بالكشف منذ الموجة الأولى متاع الكوفيد في الربيع اللي فات، اللي قال نارمين صفر تتوفر عندها شعبية مش موجودة لطيف واسع من السياسيين. يقول القائل مش غريب عليها، وهي فنانة بصراحة عندها مؤهلات كبيرة خاصة في مجال الرقص، وأنا شخصيا فن متاح، وحضرت لها أنا شخصيا مرة في عرض في مهرجان الحمامات الدولي، وحقيقة أبهرت حينها بمدى تملكها من فنها. وفي الحقيقة الرقص هو نبض الحياة، يتولد مع الإنسان مع أول نبضات قلبه هو جنين في كل شمه. والرقص العربي امتعنا احنا بالذات صعب المنال، وما يتألق فيه إلا من هو موهوب الخصال. والبارح بالذات قريت اللي تم اختيار ألا نارمين صفر ضمن الشبان الأكثر تأثيرا في القارة الأفريقية في المرتبة 65 بالذات على 100 شاب وشابة في كل ميادين في أفريقيا، منها السياسي ومنها العلمي والأكاديمي وغيره. يعني البارح بالذات في الليل رودتني فكرة كتكلة، بما أنه حكومة هشام المشيشي تحلب في حلب مقعور وغارقة في الطبعة والميلوسي، علاش ما تستنجدش بنارمين صفر باش تخرجها من الحفر والفوسي، علما وأنه بقدر ما نارمين صفر عندها إشعاع وشعبية في مجالها الفني، بقدر ما حكومة هشام المشيشي والمنظومة السياسية برموتها عاجزة على إنتاج ربع محتوى اتصالي مقنع. يا جماعة راني نحكي سلوزي وكلامي هنا اتصالي، له أرتي وله حلوزي، اللي حب الليل ويصل الليل بكله، واللي حب يخرج من الحفر ما عليه كان يكون شاطر فهلاوي كما نارمين صفر. حديثنا بطبيعة قياس، وأحيانا اللي يحب يدرك المعاني يفهم اللي في المبالغة إفادة، أما اللي كيما حكامنا اليوم في عويد وضيع جرة والكياس راهو في الاستئناس بتجارب الناس الناجحة ما فيها باس. يحكيو هاك العام على واحد لعبها قبل علوم وبومونيجل وكمباس، ولا يضرب في خميس وفي سدس ويقول مني تقرع خلاص. يعاد الفرادي نهار من نهارات طلع في فلوكة باش تشق به الواد، تلفت للرئيس وقال له أنا نعرف العلوم والفيزياء والكيمياء والجبر والفلسفة، وانت ما تعرف كان الجد في الفليك. هما هكيكة وقامت بولاشكا. يا أخي تلفت البحار للسيد وقال له تعرف العلوم؟ قالوا أي. قالوا تعرف الفيزياء؟ قالوا أي. قالوا تعرف الكيمياء؟ قالوا أي. قالوا تعرف الجبر والفلسفة؟ قالوا أي. قالوا تعرف تعوم؟ قالوا لا. قالوا ما لاحظ روحك باش تغرق. شوفيان شوفيان يعطيك الصحة شوفيان فرحات.